هل أنت من هذا الجيل؟ نحن الجيل الذي تعلم أن في ملابس الرجل تظهر نظافة المرأة، وأن في ملابس المرأة تظهر رجولة الرجل، وأن في ملابس البنات تظهر أخلاق الأم. نحن الجيل الذي تربى على الحب والتسامح والوفاء والاحترام وكل القيم النبيلة. نحن جيل محظوظ لأننا عصرنا هذا الجيل الجميل فتعلمنا منهم كل القيم النبيلة. لم يعرفوا القراءة والكتابة ولكنهم أتقنوا علم الكلام. لم يدرسوا الأدب ولكنهم علمونا الأدب. لم يدرسوا قوانين الطبيعة وعلوم الأحياء ولكنهم علمونا فن الحياة. لم يقرأوا كتاباً واحداً عن العلاقات ولكنهم علمونا حسن المعاملة والاحترام. لم يدرسوا الدين بتعمق ولكنهم علمونا معنى الإيمان. لم يدرسوا التخطيط ولكنهم علمونا بعد النظر. لم يجرؤ أحد منا على الكلام بصوت عال بالبيت. نحن جيل كنا ننام عند إطفاء الكهرباء في فناء المنازل. كنا نتحدث مع بعض ولا نتحدث عن بعض. فحبي وتقديري لمن علمونا أن للأهل هيبة وللمعلم هيبة وللعشرة هيبة وللجيرة هيبة وللزمالة هيبة وللصداقة هيبة. كنا نحترم سابع جار ونتقاسع مع الأخ والصديق المصروف واللقمة والأسرار. فهل أنت منهم؟